لله ما أعطى ولله ما أخذ. اليوم جينا نقف مع إخواننا، مع الأهالي اللي فقدوا على كل 6 أفراد من عائلاتهم المختلفة، واليوم نطلعوا على وضعية الجرحى اللي الحمد لله نشوف اللي راهي مستقرة وراهي في تطور. ولا نقدم التعازي لعائلة المفقودين، وكذلك نطمن عائلة الجرحى بأن المصالح الاستشفائية راهي تقوم بواجبها إن شاء الله تجاههم. إن شاء الله نشوفهم كامل يخرجوا من المستشفى بمعافاة وبصحة إن شاء الله. على الإثر الحادث الأليم الذي وقع ليلة البارحة على مستوى دائرة الكويف، استقبلت مؤسسة المستشفى عليا صالح مصلحة الاستعجالات 23 ضحية، فيهم على اثرها راح توفوا 3، كانت فيه 3 وفيات في عين المكان، وثلاثه توفوا هنا. الباقي تاع المصابين تم تسخير لهم 12 طبيب مختص مختلف الاختصاصات، 5 اطباء عامون و60 شبه طبي.